جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له: ذلك 3 مرات، اسقه عسلا، اسقه عسلا، اسقه عسلا. ثم جاءه الرابعة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. قال البعض: لماذا لم يشف من المرة الأولى؟ وأجيب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن بطنه سوف ينقى مما به ويطرد ما فيه من فساد إذا سقي 4 مرات على أوقات متباعدة. ولو قال له: اسقه عسلا 4 مرات في أيام عديدة، ربما استعجل فسقاه ال4 جرعات في مرة واحدة فأضر به وربما مات. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.